السلام عليكم عرفة ولاية قسنطينة. في الساعة الأخيرة حدث خطير ومأساوي، راح ضاحية عون من أعوان الشرطة، عثر عليه جثة هامدة داخل المنزل في ظروف غامضة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. اهتز حي ابن الشرق مؤخرا على وقع خبر صادم وفاجع لما راح ضاحية عون الشرطة والمدعو خطابي عبد الرزاق. وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضحية وجد متوفي بفعل فاعل في بيته بحي ابن الشرق بولاية قسنطينة. عبد الرزاق ضحية، الكل يشهد له بطيبة قلبه وأخلاقه العالية، وكان محبوب بين أهله وزملائه، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.